بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مستبشرين بمستقبلنا ما دمنا على هذه حال المتقين الأخيار أبرار. آمين يا ربنا. يعني أنا عاود الآية الأخيرة ختمت بها سورة الانفطار. قلنا لا فيسوراسيون بري دو راندين برشا أسماء ما لا تجمو تثري بها أنفسكم، لأن القرآن ثري حتى وقت اللي ترجم الكلمات المفردات أو أسماء السور. يقول ربي خاتما هذه السورة الكريمة: يوم، كم فسر ربي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني كل وزيرة لا تحمل وزر غيرها. من سنرجع إلى الله ونحاسب على مقتضى ما قدمنا وما أخرنا يوم القيامة، الله ما أخرنا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يعني لي كومون tous les ordres appartiennent à Dieu. Il n'y a plus ces misérables qui ne cessent d'ordonner le meurtre, d'ordonner le mensonge, d'ordonner l'humiliation, etc. Voici.